الورشة التقييمية لتقرير دراسة حالة العاملات في المنازل والمتسولات التي نظمتها جامعة أنجمينا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم الأنشطة السكانية أنهت هذه الورشة عملها مساء أمس ببكرة في مناسبة ترأسها الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي بحضور ممثل الصندوق عاش أحمد دكي. بعدما استوقف المشاركون في أعمال الورشة لتقييم التقرير المعد بدراسة حالة العاملات في المنازل والمتسولات بالعاصمة على بنودها المدرجة، ووجدت حظاً وافياً من النقاش حول تحسين أوضاعهم الاجتماعية. ها هي جاءت المناسبة الختامية لها، بحيث خرج المشاركون بتوصيات وجهت إلى المعنيين وكانت على الشكل التالي: على الحكومة متابعة سياستها الرامية إلى تحسين الموارد البشرية مع إعطاء الأولوية الخاصة لسكان الريف والطبقات الضعيفة، وعلى صندوق الأمم المتحدة للسكان تقديم الدعم للحكومة التشادية ومتابعة اتفاقية الشراكة مع جامعة أنجمينا لمواصلة التعليم خاصة في مادة الشعوب والتنمية. كما أشار ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بأنهم سيهتمون بمثل هذه الدراسات الحية ويعملون على دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. بينما المدير العام بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي وانغار سجمنا قال بأن الحكومة ستأخذ هذه التوصيات والنتائج التي توصلوا إليها بعين الاعتبار والعمل بها من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للشرائح الضعيفة.